يدور حاليا من لغط في محيط فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، تنظن بان شيء كان ضروري غيحصل، لان الطريقه باش تصير فريق الرجاء الرياضي البيضاوي حاليا يعني ما تتعجب حتى شي واحد، وخاصه المحبين الحقيقيين لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. المكتب المسير الحالي تنظن بانه ليست له الصلاحيه باش انه يحاول ينقص يعني الذهاب ديال النجوم ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، لا رحيمي ولا مالونغو، لانه ليست له الصفه. الصفه اللي عنده هو انه يسير الاعمال ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، ولكن ما عندوش الحق باش يبيع ويشري اللعابه. هذا من جهه. الوقفه ديال البارح هي وقفه قانونيه حقيقيه، يعني الجماهير الحقيقيه ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي عندها الحق توقف، لان المطالبه بجمع عام هو حق مشروع تطالب به هذه الجماهير، اللي هي جماهير ديال الالترا جرين بوز، وكاينه جماهير اخرى حقيقيه اللي متواريه مختفيه للوراء، لان ما يمكنش لينا باش اننا يعني نديروا الفوضى ونحاولوا اننا نحبسوا المسيره ديال فريق الرجاء البيضاوي الناجحه حاليا، بانهم يعني عندهم ثلاثه ديال النهايات غيلعبوهم. تنظن بان كاينين بعض الناس اللي تيحاولوا انهم يصدروا لنا الازمه، وبان الازمه الماديه هي يعني أزمة شيء صعب على فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ولكن ما فهمتش ان الرئيس المحترم السي الاندلسي حتى نهايه الموسم عاد خرج هذه الخرجه الاعلاميه، وتيقول بان راه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي عنده الديون ديالو تتوصل 18 مليار. ما فهمتش هذه الخرجه، وعلاش هو تيحاول انه باش يقول لنا بان راه الرجاء عنده 18 مليار، واش بغى يخلعنا، واش بغى شنو بغى، شنو الهدف من هذا الشيء. بالنسبه لهذا المكتب، تنظن بان هذا المكتب تيخصو اعلان على الجمع عام في واحد التاريخ، ويخلي عرفنا حنا الجمع العام اش تيكون فيه، تيكون فيه ترشيح ديال الرؤساء، هذه المسائل كلها راه متعارف عليها بلا ما نجي نبغي نشرحها، لان الناس كلشي الناس عارفينها. تنظن بان المكتب المسير الحالي ما عندوش الحق باش انه يعني يدخل في مسائل تجاريه بين فرق اخرى، باش ان تم الرحيل ديال اللاعب مالونغو رحيمي. ولو ان هو تنظر انا على الاهليه ويعني الاحقيه ديال المكتب. اما بالنسبه اللاعب ديال مالونغو، اللاعب مالونغو اللاعب رحيمي، واش يمشيو من الرجاء ولا ما يمشيوش؟ انا في نظري خصهم يمشيو، ولكن انا اللي تنقوله هما ما يمشوش للاهلي وما يمشوش للزمالك، لان بالنسبه لي انا الاهلي والزمالك هي مقبره ديال اي لاعب، يعني راه يعني غادي يمشي تما غيمشيو تما غيموتوا، ما غاديش تطوروا، لان يعني لا مارج ديفوليسيون ديالهم ماشي هي هذيك، ما تكونش اضافه بالنسبه يمشيو لاعب ديال ما يمشيوش. وزايدون حنا دابا هادو جوج ديال اللاعبين اللي هما نجوم غادي نعطيهم للاهلي والزمالك،
وبغينا نديو كاس افريقيا، راه هادو هما باش غيضربونا، هادو باش غيضربونا، وهادو باش غادي يحاربونا بهاد النجوم ديالنا. فإلا كنا غادي نبيعوا اللاعبين ديالنا لشي فرق، على الأقل تكون فرق أوروبية، ماشي يكونوا الخصوم ديالنا في كاس افريقيا. بالنسبة للمستقبل ديال الفريق، تنظن بأن فريق الرجاء الرياضي لا خوف عليه، لأنه عشنا أزمات أكثر من هذه، وما عمر الرجاء يعني ما عمر الرجاء توقف على المسيرة ديالو الرياضية ولا حصد الألقاب. بالنسبة لبعض المسيرين اللي يعني ما تيعطيو لا إضافة لا والو، تنشوف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ها هما مسافرين مع الفريق، ها هما في الملعب، ها هما هنا، ها هما هنا، وما تيعطيو حتى إضافة. ما فهمتش أنت باغي تولي مسير وباغي تجي باغي تسافر مع الفرقة، اللهم إلا كنتي تتعطي شي إضافة ولا تدير شي مساهمه، وما حنا ما عارفيناش، على الاقل نعرفوكم انتم اش تديروا في فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. انتم في المطارات، انتم في غادي في السفريات، انتم في مصر، انتم هنا. وما فهمتش، لان ما فهمتش الا كانت عندكم شي اضافه مرحبا، واخا تجي الا كنتوا غادي تجيو تمشيو تسافروا على يعني تتسافروا مع على حساب الفريق، راه كنا بغينا نسافروا على حساب الفريق، راه ماشي انتم. ولهذا تنطلب من السي الاندلسي انه يعلن على جمع عام، وانه ما عندوش الحق باش انه يدخل في حوار مع فرق اخرى باش يبيع لهم هاد الجوج ديال اللعابه. راه ما عندكش الحق، لان انت الحق اللي عندك هو انك تسير الاعمال ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، راه ما عندكش الحق باش انك تبدا تدخل في يعني عمليه تجاريه بين فرق ديال مصر وبين فرق ديال الخليج، باش انك فهمتي. هو راه واخا كاع يجيو هاد الفلوس، يجيو هاد الفلوس الرازه، تجي 10 المليار بين هاد جوج اللعابه ولا 7 المليار، راه الفلوس اللي تيدخلوا الرازه ما تفرحوش لهم، راه ما يبانوش.